يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وحول الظواهر الجوية سيكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، ويصحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ هذه الجولة من القاهرة، وفيها تكون درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في الأسكندرية 24-12 يكون الجو معتدل، في مطروح 22-12 يكون الجو فيها أيضا معتدل، في بورسعيد 24-12 يكون الجو معتدل، في الإسماعيلية 26-12 يكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 والصغرى 12، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في العريش 24-10 يكون الجو فيها معتدل، في طابة 26-13 مائل للحرارة، في شرم الشيخ 26-15 مائل أيضا للحرارة، في الغردقة 27-14 يكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 31 والصغرى 10، يكون الجو مائل للحرارة، في أسوان 32-12 مائل للحرارة، في الوادي الجديد 31-8 مائل للحرارة، في شلاتين 31-12 يكون أيضا مائل للحرارة، في حلايب 28-13 ويكون أيضا مائل للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.